والله حاسس حالي مسحور. آه يا راسي، آه لح يفجر. معقول حدا سحرني؟ مو معقول، لا مستحيل. شو هالحكي هيدا؟ لا أكيد، عينه طرقتني، في حدا طرقني عين، يخرب بيته على هالعين، ما في غير هيك أكيد. بس مين؟ مين؟ كيفك عم؟ أهلا وسهلا ومرحبا. الحمد لله يا ابني. أنا يا عم بشرفني أطلب إيد بنتك على سنة الله ورسوله. شو بتشتغل عم؟ مهندس معلوماتي. والله والنعم يا ابني، أعطيني مهلة يومين بشاور الأهل وبسأل بنت وبدل لك خبر. آه يا راسي، هي ها أعراض السحر، يا ترى مين ساحرني؟ أكيد حدا من قرايبيني بعرفهم ما بيتمنوني الخير. لا ما بصير، لا يا سيدي بصير. والله هيدا الزمان بخوف، مالي ثقة بحدا. ألو، كيفك عمي؟ الزواج اسمه نصيب، نصيبك مو عنا. لا أكيد، عينه طرقتني، في حدا طرقني عين، يخرب بيته على هالعين، ما في غير هيك أكيد. ألو، والله يا خالتي ما لك نصيب عنا. آه يا راسي، يا ترى مين ساحرني؟ ألو، والله يا ابني ما لك نصيب عنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولي اجوا؟ معقول بيت جيراننا؟ لا لا ما معقول، شفت جاري طلع من بيته وشافني وكانوا عيونه حمر، ما في غير هيك. معقول خطيبتي القديمة وامها عاملين لي عمل؟ مستحيل، والله انعست، ما عم بقدر نام، بدي نام يا جماعة، بدي نام. ولي اجوا؟ لا بتأذونا ولا منأذيكم، حوالينا ولا علينا. خريطة قبر قلبي هالشبوبية يلي بتشل، بس فشرت اني بعدر. انا يا لطيف شو حلو، احكي لك شي كلمة يخرب بيتك شو جبلك. اهلا وسهلا، بشو بقدر ساعدك استاذ؟ معقولة ولا شب اعجب فيني؟ ليكون فيني شي، والله أنا حلوة وألف شب بيتمناني. معقولة حدا عامل لي عمل أو حاسدني؟ أنا لازم روح لاقي حل عند رفيقتي وأعرف كيف بدي جيبك كواع وركب. أنت وعم تضحك وتلعب. آخ لك بدفع نص عمري ويجيني راكع.
كيفك حبيبتي؟ أنا ماني منيحة أبدا. ليش؟ من شانه هو، ما عم أفهم ليش ما عم بيحبني. أنا شو ناقصني؟ جمال وأكابرية وأناقة، لك راتبي كله عم حطه على التياب والعطر، ما عم يتغير شي. رح طق كل الوقت عم فكر فيه. لك ايه بسيطة، انا عندي الحل، بس بده قوة قلب وجراءة، وتكوني انتي ما بتخافي. ماشي، انا مستعدة اعمل اي شي. اي شي؟ متأكدة متأكدة؟ ايه. يا ستي، من فترة شفت بنت منازلة بجروب انه طريقة مضمونة لجلب الحبيب راكعا متذللا، وبجروب تاني منازلين بوست طويل عريض بتجيبي علكة وبتكتبي عليها اسمه واسم امه، وبتضلك عم تعلكي وتعلكي وتعلكي، واذا دقلك بده يحاكيكي ضلك عم تعلكي، بس قبل ما تحكي وتعلكي بتقولي زحف 7 مرات. آخ، لك بدفع نص عمري ويجيني راكع. ما بتضل قصة نص عمرك، نص راتبك بكفي. وإذا بدك شي أقوى من الجلب، بعرف شيخ روحاني كتير قوي وبيكشف عنك، بيعملك حجاب بيخليه يزحف تحت رجليكي، وانت بتصيري تتدللي عليه وتقلعي ويرجع لك بس بده الرضا. معقولة مسحورة أنا؟ مو مصدقتيني صح؟ طيب ليكي شو مالك خسرانة شي؟ روحي وخليه يكشف عليكي إذا أنتي مسحورة ولا لا. أعطيني رقمه. ألو. السلام عليكم شيخنا، بدي أسألك سؤال إذا في مجال. هلأ أنا صار عمري 24 سنة، ولحد الآن ما إجا نصيبي ولا حدا طلبني يا شيخ، وما حدا عم يتطلع فيني، يا ترى أنا مسحورة يعني؟ حدا عامل لي عمال؟ أكيد يا بنتي، السحر خطير، لازم شوفك لحتى أعرف إذا مسحورة ولا لا. طيب وين حضرتك؟ ممكن تعطيني عنوانك؟ ولي اجوا. اه يا راسي، هي ها اعراض السحر، يا ترى مين ساحرني؟ الزواج نصيبك مو والله يا ابني، مالك نصيب. والله يا خالتي مالك نصيب عنا. نصيب عنا لك حاجة، ارحموني بقى يا ناس يا عالم. يا راسي. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا بنتي. أنا يلي حكيتك من يومين وقلت لك إني مسحورة. إيه أهلا وسهلا، شو عم يصير معك؟ شو حاسة؟ حرارة، وأحيانا برجوف وأحيانا بردية. بس هذا هو السحر، في حدا عامل لك عمل. هلأ بشوف السحر يلي عليكي يا بنتي. اوعك تفكريني دجال، انا شيخ روحاني. لا لا، مين قال هيك؟ انا بداوي بالقرآن يا بنتي. إذا السحر يلي معملك قوي ممكن يكلفك شوي، يعني أنا مثلي مثل الدكتور مثل المهندس يا بنتي،
السعر لإلك 500 دولار، وإذا الجني عصيان بكلفك 1000 دولار، وإذا ما رضي يطلع بدك عدة جلسات بيمشي حاله بعدين. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله، أهلين يا ابني، تفضل. يا شيخ ما عم بقدر نام، وأصوات حاسس حالي مسحور وعاملين لي عمل، بدي رقية شرعية، دخيل عينك يا شيخ. تمام، أنت وين مقيم؟ أنا بتركيا، اسطنبول. أوه، أنا بغازي عنتاب. ما في مشكلة، برقيك عن بعد. عن بعد؟ أول مرة بسمع فيها. وبيمشي الحال؟ بساوي لك رقية شرعية على الهاتف وبقرأ لك، بتكلفك 500 ليرة تركي. بعطيك الآيبان وحول لي إياهم هلأ على حسابي، وإن شاء الله بتتعافى. وإذا ما مشي الحال؟ يا ابني أنت مو أول شخص بتعافى على الرقية عندي، إذا بتحب لباشر، ما بتحب شوف حدا غيري يرقيك. توكل على الله يا شيخ، جزاك الله كل خير يا شيخ. السلام عليكم إخواني وأخواتي. إخواني وأخواتي، هاي الحالتين وغيرهم كتير، وما بيسعني إنه أحط الحالات الأخرى لأنه هذا جزء صغير من الأشياء اللي عم تصير، الله سبحانه وتعالى أعلم بها. ولأن الحلقة حتصير طويلة كتير، وهذا العمل يأخذ مني جهد كبير جدا ووقت. يا إخواني ويا إخواتي، لا حدا يخاف من السحر، والسحر موجود. نحن لا ننكر السحر ووجود السحر، لكن سبحان الله هلا سحر ما في، كله مشعوذين. قال الله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وآيات كثيرة جدا وأحاديث كثيرة جدا وردت في السحر. والسحر إخواني الكرام ليس سماويا كما يظنه البعض، إنما هو أرضي، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يعني ما هنا نافية، تفيد النفي، معطوفة على قوله تعالى وما كفر سليمان، يعني سيدنا سليمان ما كفر، يعني ما هنا ما نزل على الملكين. كل واحد شاف حاله تعب وارتفعت حرارته وما بعرف شو المغص، قال عن حاله مسحور، ببلش يمرض شوي شوي، وهون دور الشيطان بيدخل عليك من هالمدخل هاد اللي صار عنده منك ضعيف، وبيبلش يوهمك بأشياء ما بتخطر على بالك، ببلش يخوفك من كل شيء حتى تخاف من كل شيء وتبلش تخطف على اليمين. إخواني الكرام، يوجد من الدجالين من يتسترون خلف الدين ويقولون بأنهم روحانيون وبيداووا الناس بالقرآن، بيكون الجني على الآن فيهم والقرآن بريء منهم ومن أفعالهم. الآن موجود ناس لا تخاف الله سبحانه وتعالى، يبثون الرعب في نفوس الناس الذين إيمانهم ضعيف، بدل ما تأخذ بإيده عم تنزلوا لأسفل سافلين، ويتاجرون بهم، وضعاف القلوب يصدقون ويؤمنون حتى لحظة إخراج حلقتي هي، وبيستشهدوا بقصص لا تمثل الدين بالصلة. وفي جروبات على الفيس اللي بتبث الضلال والتي لا تمل ولا تكل كلا مشان شوية لايكات، وخصوصا الآن صارت الرقية عن بعد على الهاتف، بيقول لك حول لي على الايبان تبعي وانا برقيق عن بعد، افتح الهاتف وبقرا لك. هيك اصبحت التجاره يتاجرون بها، واصبحت الاموال تنفق على هذه الامور.
باب صعب أن يغلق إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. لكن نحن علينا كدعاة إيصال الحق لأهله وإيصال العلم لكافة الناس وإن لم يعمل بهذا العلم. كلمة مختصرة إخواني وأخيرة، حبيت تسمع للأخير اسمع، ما حبيت تسمع هذا شأنك وهذه حياتك، أنت حر تختار اللي بدك يا، لأنك الآن مخير ولست مسير. عندما تتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتقرأ الأذكار في الصباح والمساء والأذكار الواردة بعد كل صلاة وقراءة الأذكار قبل النوم وقراءة القرآن أواخر سورة البقرة والمعوذات وآية الكرسي، وعندما تستيقظ وأن تبقى على وضوء كامل في كل الأوقات وتتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله في كل الأحيان وفي كل مكان وزمان، ستكون في معية الله سبحانه وتعالى وستكون تحت عنايته المشددة ولن تخاف من أي شيء. وأما إذا ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى خفت من كل شيء وخوفك الله من كل شيء، وإذا كان نصيبك يا أختي ما عم يجي، فهذا مو يعني إنك مسحورة وما عمل لك عمل وتصدقي كل شيء بينقال قدام منك. وإذا الواحد رفضوه الناس وما زوجوه من عند منه، مو يعني إنه هو مسحور أو بيكون عينه عليه كمان. الزواج يا إخواني اسمه نصيب، ممكن تغير حياتك ووضعك بإيدك. لا تضل الطريق فتدخل في ظلمات ولجج، القافلة تسير والوقت قصير، التحق بهذه القافلة ولا تلتفت خلفك، حصن نفسك وأولادك وبيتك وأهلك بالأذكار وقراءة القرآن ولن تندم، واجعل رمضان هذا صفحة جديدة لك وتوبة صادقة لك، وارمي حملك على الله فإن الله ينتظرك لتبادر أنت بالتوبة وابتعد عن مواطن الغفلة. بارك الله بكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم.